لوكيل اللاعبين محمد شيحة. ازيك يا شيحة؟ الله يخليك يا كريم، منور الدنيا وكل وحشني يا سنة وانت شيحة. طيب. مالك فين المانجا يا عم الاسماعيلاوي يا عم؟ والله كلمتك انت كرتونة اللي امبارح انت في بتبعتها تليفونك لي كل امبارح سنة دي. كلمتك كنت امبارح في مسافر، تليفونك، كنت مش مسافر فاهم يا شيحة. السبب بقى قال لي معلش سبتوني. معلش. اخبارك ايه يا شيحة؟ الله يخليك يا كريم، منور وحشني. الدنيا اخبار اسماعيلية ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل، الامور اتظبطت. احمد حسام ميدو المدير الفني محترم، انت لسه في قدر خناق، في خناقه لسه مع العميد محمد ابو السعود وزعلانين من بعض لسه ولا ايه؟ لا بص، الحاج محمد زي ابويا، انا مش متخانق معاه خالص، انا اللي انا زعلان عشانه وبقالي 3 سنين بحارب فيه. ميدو جه في شهر قاله، قبلي صبري المنياوي اللي هو قاله، ايه، اللي قبلي هو ايه يا ريكاردو شيخ، قاله، اللي هو ايه؟ شويه الناس المستفيدين اللي حوالين الحاج محمد، وهو راجل طيب زي ما انت عارف، بيشوف بودانه. حضرتك تعرف ان انا غلطان ولا لا لما تلاقي محمد وهب قال نفس الكلام، لما تلاقي صبري المنياوي قال نفس الكلام، لما تلاقي ريكاردو قال نفس الكلام، لما تلاقي طارق يحيى قال نفس الكلام. اذا المشكله مش عندي، المشكله عند الحاج محمد ان هو مصر ان هو يتعامل مع ناس اضرت بالنادي الاسماعيلي. ناس جابت 37 لاعب ما فيش واحد منهم راح نادي كويس. يا بيه ده جابوا 2 لعيبه السنه دي من نادي درجه ثانيه، مع احترامي لقدرات اللاعبين وكفايه اللي حصل فيهم، ربنا يا رب يكرمهم ويروحوا احسن نادي. ميدو مشاهم، واحد منهم قال لك سموحه هتموت وتجيبه. طب الاسماعيلي مشاه ما راحش سموحه ليه؟ والتاني قال لك احنا خطفناه من انبي. ما راحش انبي ليه؟ كدبوا على الراجل. وانا لما اجي اقول الكلام دوت هو بيزعل يا عيني، بيفتكر ان انا قاصد ان انا اقلل من ادارته عشان انت النادي او اللي تجيب كذا اللعيبه يعني. اطلاقا والله يا لا بيه يعني هو عشان الناس انا لم بتفتكر ولن كده. استفيد من النادي الاسماعيلي خالص، ومش هعمل كده. انا كل الموضوع ان انا بتعامل مع النادي الاسماعيلي ان هو بيتي، أي. والحمد لله ربنا بينصرني مع الوقت ان كل حاجه بقولها بتطلع صحيحه، بس هو ده الموضوع. لكن طيب. خلاف مع الحاج محمد لا اعتقد اصلا، يعني طب هو كويس زي والدي طبعا. وانا احبه واقدره، لكن مختلف معاه تماما في ادارته للنادي الاسماعيلي. طيب قول لي يا شيحه والنبي، يعني قصه بابا اركو ايه؟ بيقول لك المصري بعتوا له تذاكر الطيران وراح جاي على الانتاج الحربي. قصه بابا اركو دي قصه مهينه في مؤسسه محترمه، يعني مؤسسه الانتاج الحربي دي مؤسسه تتبع وزاره محترمه، وزاره الدفاع اللي حامت مصر. قصه مهينه، الاخ المدير الفني يعلم جيدا ان اللاعب جاي بتذاكر بتاعه النادي المصري، وهو مكلم اللاعب واللاعب حكي لي هذا الكلام. لا معلش، انت كده بتتكلم على كبشاوي غريب ولا ايه؟ ايوه تمام، المدير الفني للانتاج الحربي. انت اصل بتقول اخ المدير الفني، يعني في سخ يعني، لغه السخريه شويه ولا ايه؟ لا اطلاقا، هي كلمه الاخ دي فيها سخريه؟ بالطريقه اللي انت قلتها دي فيها شويه. الاخ المدير الفني دي فيها سخريه؟ لا طبعا. طيب لا والكابتن، انا اسخر طب ما منه تقول ليه؟ كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب ماله بقى؟ يعلم جيدا ان اللاعب جاي على النادي المصري، تمام، واللاعب بعت رسائل لكابتن حسام وكابتن ابراهيم وللمهندس محمد قبيل وللكابتن وليد بدر بموافقته، واختار التيشيرت رقم 10 على ان هو رايح يلعب المصري. في النادي المصري، تمام، وجايب تذكره النادي المصري، والنادي المصري بعت له تذكره بالحضور يوم الاثنين. اجل هو التذكره وقال ان هو في ظروف عنده، خلوها يوم الاربع. استقبله المهندس محمد قبيل في مطار، في المطار يوم الخميس، قال لهم هاخد ريست يوم واريح، وكنت انا موجود في باريس، وشي هيجي يوم السبت نوقع. تعمل ايه في باريس يا شيخ؟ يعني كنت في اجازه، اجازه مع اولادي. يا عيني عليك. تمام ماشي يا عم. فوجئت ان بعد كده الولد يعني جيت مصر لقيته بيقول لي ده زوجتي مش عاوزه تلعب في بورسعيد، مش عاوزاني العب في بورسعيد، ده عاوزاني اروح القاهره. فقلت له صارحني يا اركو، انت مضيت في اي نادي تاني؟ قال لي لا انا ما مضيتش في اي نادي تاني. وبناء عليه عملت اجتماع مع السيد رئيس مجلس الاداره الاستاذ سمير حلبيه في مصر، وجه اللاعب وحضر، ولما لقى الفلوس موجوده والعقود موجوده بدا يقول انا مضيت في نادي انتاج الحرب. انتاج الحرب اركو ابن لذينه. انت اركو ابن لذينه مش سهل. المشكله مش في بابا اركو يا كريم، المشكله في انت في فتره صعبه زي ما انت بدات حلقتك وقلت، انت عارف انا بتابعك على طول، وانت ما شاء الله عليك انت انسان متزن. الله يخليك. انت قلت ان في فتره صعبه مصر بتمر بيها، تمام كده، وقلت ان الفتره الجايه مش محتاجه الاحتقان، وعايزين نشوف المصري هيلعب فين، وعايزين نشوف الاسماعيلي هيلعب فين، وعايزين نشوف البطوله، وكل الكلام اللي انت قلته ده كله ما عدا موضوع برزنتيشن. بتاع ايه؟ كله ما عدا برزنتيشن بتاع ايه بس قول لي؟
لا لا ده انا بهزر. على البث الفضائي والحاجات دي عايزين نظبطها يا نجم، ما ينفعش. ايوه تمام. فانا بقول لك انت هي دي اللي تعبتك قوي يعني. فانت بتزيد من الاحتقان. النهارده كابتن حسام اتعرض عليه اكتر من مهاجم تمام الفتره اللي فاتت. مين اللي بيزيد من الاحتقان؟ الكابتن شوقي غريب، كابتن شوقي او مسؤول الانتاج الحربي حسب وجهه يعني نظري. هم يعلموا جيدا ان اللاعب جاي تمام، واللاعب قال لي انا قلت للكابتن شوقي ان انا جاي بتذكره المصري وقال لي انت عملت كده ليه؟ تمام بابا اركو قال لي كده وبعت لي رسائل بهذا الكلام. تمام فانت عارف ان الكلام دوت هيعمل مشكله وهيعمل احتقان ما بين مؤسسه كبيره انت بتمثلها دلوقتي وما بين جمهور بورسعيد. واعتقد ان بابا اركو لعيب كويس ولعيب متميز كان هيجي. بس هو ما مضاش في المصري يعني، مضى في الانتقال، هو جاي على قوه المصري. لا هو رفض. بص يا فندم هو جاي يمضي للمصري. فاهم. انا فهمت بس ما وقعش للمصري. هو شوقي بقى وقابل الاخ مدير الكوره في النادي ومضى قبل ما يجي يقابل بورسعيد. وبعد كده حصلت الـ الحكايه اللي هي حاصله دلوقتي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هو موضوع التذكره والكلام ده. لا ان هو يعني ان هو ما مضاش في المصري ومضى في الانتاج الحربي. في حاجه اسمها ميثاق الشرف المهني وفي حاجه اسمها اخلاق الرياضيين. يعني انت تعلم جيدا ان اللعيب ده جاي لك على نادي تاني. فيعني ليه تعمل كده؟ طب ما كنت ممكن تستاذن الحاج سمير حلبيه، ده راجل محترم جدا وراجل مهذب جدا. كابتن حسام وكابتن ابراهيم لو كان رفع سماعه التليفون وقال لهم انا محتاجه كان هيسيبوه له. المشكله دلوقتي ان بقى في مشكله مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومع الحاج سمير حلبيه ومع جمهور بورسعيد. مع ان الموضوع كان ممكن يخلص بمنتهى البساطه. وعلى فكره مفيش لعيب في مصر حصلت عليه مشاكل وعمل سنه كويسه. ارجع من اول التاريخ من ايام عمرو سماطه والاهلي والزمالك اتخانقوا عليه وقبل كده وقبل كده ولغايه دلوقتي مفيش لعيب حصلت عليه مشكله ويعني وكانت في نوايا سيئه في الموضوع ايا ما كان مين الطرف سيء النيه والامور مشيت كويس. انا عاتب على مسؤولي الانتاج الحربي. انت برضه يعني يا شيحه انت برضه المفروض وكيل اللاعب، كان المفروض بابا اركو يصرحك يعني برضه يوضح لك. بص هو الاخ احمد مجاهد ما عملش لائحه وسطاء اللاعبين في الميعاد المحدد اللي هو 1/4 وما عملش عقود الوسطاء. بابا اركو كان بيرتبط معايا بعقد، العقد انتهى وكان لابد انه يوقع على العقد الجديد مع عقود الوسطاء الجديد. تمام. فاحنا لغايه دلوقتي ما عملناش عقود، فهو مش ماضي معايا يعني، انا مش وكيله رسمي. مفيش حد في الوكاله في مصر دلوقتي عنده عقد جديد، كل العقود اللي شغاله العقود القديمه. ايوه انت فاهمني. فانا برضو كنت شغال بعلاقتي مع اللاعب ان انا بثق فيه وبيننا وبين بعض شغل، ووديته العربي القطري ووديته سموحه ووديته المقاولين وعندي معاه علاقه كويسه جدا يعني، حتى يعني ما عندناش خلاف مادي سواء اداني عموله ما ادانيش. فانت عارف برضو لعيبه الكوره كريم. بص يا شيعة، كل الكلام ده انت جبت لي في الاول المكالمه حاجه مهمه جدا، ان مراته رفضت تلعب خارج القاهره. بقول لك لما جه فدي نقطه مهمه جدا. لما جه مصر هنا بقى قال لي ده انا ما كنتش قلت لزوجتي، وزوجتي لما عرفت ان انا رايح بورسعيد فهي رفضت ان انا العب في بورسعيد وقالت انا عايز العب في القاهره. فقلت له انت يعني انت بقالك شهر بتتفاوض معايا وفجاه بقت مراتك مش عايزه. طبعا انت فاهم ان الكلام ده حصل بعد ما وقع للانتاج الحربي. ايوه انت فاهمني. بس هو ده اللي حصل بالظبط. وانا شايف ان يعني مسؤول الانتاج الحربي في حرج، سواء مين اللي حطهم. انا يعني ما اقصدش مجلس الاداره المحترم بالاسد اللي هو ماهر. ايوه اللي حط الناس دي في حرج لابد ان يعتذر لجمهور بورسعيد ويعتذر للنادي المصري، لان انا معلوماتي ان النادي المصري قدم شكوى في هذا الموضوع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. محمد شيحه طبعا وكيل اللاعبين المميز جدا. هنقول خبر